Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci avec les élèves du 4e année. Donc, راح نديرو نموذج آخر على أعزائي التلاميذ. هو النموذج رقم 5. هذه المرة راح يكون مختلف تماما على النماذج اللي مدارين نديروهم. دونك بقاو معايا حتى لافان. دونك كما العادة راح نقرا النص تاعنا باللغتين الفرنسية والعربية. Alors, mon pays pittoresque. واش معنى هذا الكلام؟ Mon pays بلدي pittoresque الرائع. De par sa position stratégique بموقعه الاستراتيجي au carrefour de l'Afrique في مفترق طرق افريقيا et de la Méditerranée وفي الحوض البحر الابيض المتوسط situé au centre du Maghreb يقع هذا البلد في وسط البلدان المغاربية traversé par diverses civilisations يعني عبر العديد من الحضارات et ce durant des siècles عبر قرون l'Algérie الجزائر possède un patrimoine culturel et historique. الجزائر تحتوي على تراث ثقافي وتاريخي. Alors, les spécialistes jugent qu'il est très important et le conserver et le protéger. يقول قالك المختصين راهم يقولوا انه يجب علينا ان نحمي ونحافظ على هذا التراث. Car لماذا؟ لانه c'est un héritage destiné par sa diversité et sa richesse. يعني هو عبارة عن موروث موجه أو يعني متنوع يعني هو عبارة عن موروث بتنوعه وغناه دون بار من جهة لارتيزانا الجيريان يعني الحرف أو الحرف في الجزائر أو مهنة الحرف في الجزائر غوفيل دان غون سافوار فير اي دون سنسيبيليتي رافيني دونك هنايا فيها تنوع وتخصص يعني شاسع qui se transmet d'une génération à une autre, الذي ينتقل من جيل إلى آخر. Il s'exprime à travers le tissage, يعني يعبر عن طريق التيزاج, عن la céramique, اللي يخدموا la céramique, عن la poterie, مثلا اللي يصنعوا الأواني الطينية, la bijouterie, مثلا اللي يصنعوا الحلي, حلي تاع الفضة, etc. et porte l'empreinte, ودائما هاد الحرف تحمل ماذا؟ البصمة spécifique الخاصة de chaque région, لكل منطقة. D'autre part, من جهة أخرى, la diversité du langage algérien, يعني التنوع فاش في اللهجات الجزائرية. Donc, مثلا عندنا l'arabe délicat, معناتها pardon, l'arabe dialecte, معناتها الدارجة نتاعنا, n'est pas identique dans toutes les régions, ماهيش كيما مثلا في الغرب. احنا عندنا في الغرب ماشي كيما اللي يهضروا في الشرق مثلا نعطيكم على سبيل المثال احنا في الغرب نقولوا واه لكن في الشرق يقولوا ايه دونك هنا هذا التنوع يعني هو مفهوم واحد لكن لهجات تختلف دونك هذا نسموه لغب ديالكتال استادير الدارجة نتاعنا تختلف من منطقة إلى أخرى ainsi que le berbère qui se différie d'un lieu à un autre يعني كذلك البربر اللي يختلفوا من منطقة إلى أخرى on peut citer مثلا نجم نقولوا la Kabylie pardon la Kabyle bien le Kabyle pardon القبائل الشاوي التركي كذلك المزابي يعني كل منطقة وتختلف من منطقة إلى أخرى alors نزيد نكملو دو بلوس بعدها لي سيت اركيولوجيك يعني المواقع يعني الخلابة اونتيك يعني العريقة اتيست دو لا بريزونس ميلينيير دي بليز انسيان سيفيليزاسيون يعني المواقع الاثرية في الجزائر تدل على وجود حضارات مختلفة اي فاريي كذلك متنوعة سولون لا ريجيون يعني على حسب تلك المنطقة الكوتيير الساحلية او الداخلية انترن اي ليبوك يعني وكذلك يعني تاع هاد المدن او الحضارات اللي كانوا زمان il existe bien sûr des ruines romaines هنالك اثار رومانيه دي موريسك عندنا العثمان اي ميم الاوروبيين يعني هاد الروين رومان يعني الاثار الرومانيه العثمانيه حتى الاوروبيه هنالك العديد من الاثار Enfin, في النهاية, la cuisine algérienne est un art à part. يعني قال لك المطبخ الجزائري هو فن آخر. Elle est très variée, متنوعة et conveniable. مثلا عندنا لي ريونيون فاميليال خاصة كي يكون عندنا الاجتماع في العائلة لازم يكون هنالك أطباق تكون غيش اي سان يعني غنية وصحية تخي كوني دون لو موند معروفة جدا في العالم اونتي بأكمله تالكو لو كوسكوس مثل الكوسكوس لو بغرير لا شخشوغا اي لا شوربا اكسيتيرا انسي لاجيري ات ان غران بيي دون لا ريشيز فواسون تون بار لا كولتور
دو سا بوبيلاسيون هوسبيتاليا. يعني قال لك الجزائر في النهاية هي بلد كبير بزاف بالحضارة نتاعو، بالثقافة نتاعو، خاصة بالشعب نتاعو، لا بوبيلاسيون هوسبيتاليا اللي الحضارة والشعب نتاعو اللي رحب بالناس اي شالوروز، ترحيب حار كو باغ لا ريشيس دو سي كوتوم، كذلك التنوع في العادات والتقاليد في لي كوتوم اي تراديسيون. Et c'est nous souhaitons que ce patrimoine soit transmis dans tout le temps. يعني وهذا اللي انا نتمنوا انه هذا التراث ينتقل عبر كل الازمنه. Il faut le sauvegarder vraiment vivement. يجب ان نحافظ عليه. اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص النص نتاعنا لنهار اليوم. دونك نمروا الان مباشره الى الاسئله. Alors, هنا الأسئلة راح تكون بالشكل الآتي. Alors, les compréhensions de l'écrit c'était sur 13 points. السؤال الأول قال لك recopier la bonne réponse، معناتها اكتب الإجابة الصحيحة. قال لك d'après ce texte، من خلال هذا النص. هنا أعزائي التلاميذ راح تختاروا يا إما الأ ولا البي ولا السي. عندنا الأ قال لك le patrimoine algérien est très pauvre، قال لك يعني التراث الجزائري فقير جدا. أو بيان le patrimoine algérien est très riche، يعني بي قال لك التراث الجزائري هو غني جدا. سي قال لك le patrimoine algérien est très modeste، معناتها التراث الجزائري محتشم جدا. دونك يعني كي نقول لك محتشم معناتها ما فيش داك التنوع اللي معروف. دونك هنا راح تختاروا يا اما الا ولا البي ولا السي. السؤال رقم 2 قال لك كيلي لا تيز سوتوني بار لوتور، يعني واش هي الاشكاليه، واش هي وجهه نظر الكاتب اللي راه يدافع عليها في هذا النص. رقم 3 selon l'auteur، من خلال الكاتب، que doit-on faire pour que le patrimoine soit transmis dans le temps، يعني قال لك من خلال الكاتب واش لازمنا نديرو باش هذا التراث ينتقل من زمن الى اخر ومن جيل الى اخر. السؤال رقم 4 واش يقول، راح نجاوبو بصح او خطا. قال لك لارجيري اي سيتو او سود دو المغرب، هل الجزائر تقع في جنوب المغرب؟ دونك هنايا اجابه كيفاش راح تكون، يا اما صح او خطا. لاغاب ديالكتيل، معناتها الدارجه نتاعنا ني با ايدونتيك اون الجيري، يعني قال لك الدارجه نتاعنا ماهيش متشابهه في كاع الجزائر. اللي بعدها قال لك لا كويزين الجيريان، يعني المطبخ الجزائري ني با كونفيابل، معناتها ماهوش متنوع. دونك اسكو هادي فري ولا فو. نمروا اللي بقيت الاسئله. Alors, هنا أعزائي التلاميذ فيما يخص السؤال رقم 5 غولف دو تيكست، استخرج من النص 3 مو و زيكسبرسيون كي ابارتين او شون ليكسيكال دو باتريمون. قال لك اعطيني 3 كلمات او 3 عبارات تنتمي الى الحقل الدلالي لكلمه باتريمون، يعني واش هما الكلمات اللي ينتموا الى التراث. اسكو سي كلا فهمتكم واش هو لو شون ليكسيكال؟ لو شون ليكسيكال قلت لكم مثلا عندكم مقلمه، واش هما الاشياء التي تنتمي الى المقلمه؟ دونك عندنا قلم رصاص، الممحى، المبرا اكسيتيرا. رقم 6 قال لك غوكوبي لا بون ريبونس، هنا راح نختاروا الاجابه الصحيحه. دونك لو شاوي هي اون لانغ بربر ولا اون لانغ عرب؟ هل الشاوي هي لغه بربريه ولا لغه عربيه؟ لو لا رشتا، يعني الرشتا هو سي تان بلا الجيريان مودرن حديث ولا تراديسيونيل، يعني من يعني قديم، يعني كانوا يديروه جدودنا. رقم 7 ا بارتير دو تيكست كلاس لي زيكسبرسيون سويفونت دون لا كولون كي كونفيان، قال لك من خلال النص يعني راح نصنفوا العبارات الاتيه في الجدول. عندنا في الجدول الخانه الاولى واش قلنا؟ عندنا باتريمون ارتيزانال، يعني التراث اللي خاص بالحرف. الباتريمون الثاني او الخانه الثانيه يعني باتريمون كولينير، يعني التراث الخاص بالطبخ. راح نقرا الكلمات اللي عندنا. لا بوتوري معناتها صناعه الطين، لو كسكس يعني الكسكس تاعنا، لا لو بغرير البغرير، لا بيجوري هي الصناعة يعني الحلي. رقم 8 قال لك لي سبيسياليست جوج كي لاتر تري امبورطون دو لو كونسيرفي اي لو بروتيجي، قال لك هنا كيل لا ناتور دو لا بروبوزيسيون سوبوردوني، يعني هاد لا ناتور ما باردون من الجمله اللي انا سطر عليها من كيل حتى لو بروتيجي، واش طبيعه تاع هاد لا بروبوزيسيون؟ هنا باش نسهلها لكم، هل هي غولاتيف ولا كومبليتيف؟ السؤال رقم 2 قال لك مي لو فاب اونتر بارونتيز او مود اي هو طون كي كونفيان، يعني الفعل اللي راه بين قوسين لازم نديروه في الزمن المناسب. اسكو سي كلار؟ دونك فوالا، دونك راهي باينه كي يكون عندك اكيد في الاجابات راح نزيد نشرح اكثر. رقم 9 قال لك اي لي تري امبورطون دو لو كونسيرفي اي لو بروتيجي كار سي ان هيريتاج ديستيني، قال لك بار سا ديفيرسيتي اي سا ريشيس. هنا السؤال واش يقول؟ Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase؟ الجملة راهي أمامكم، كاين رابور، وهذا الرابور واش هو؟
دون قال لك اكسبريم لو دو نوتر مانيير، يعني هذاك الرابور اللي راه عندنا راح نبدلوه بعباره او بكلمه اخرى. اسكو سي كلير؟ نمروا الان لبقيه الاسئله. الوغ السؤال هنا رقم 10 اعزاء التلاميذ، قال لك ركوبي لا بون ريبونس، معناتها اكتب الاجابه الصحيحه. سو تكست اي افيزي، يعني واش هي هنايا لا فيزي؟ لا فيزي هي وجهه نظر الكاتب، كيفاش كانت؟ هل كانت انفورماتيف او بيان ارغومونتاتيف او بيان اكسبليكاتيف؟ نتوما اعزائي التلاميذ على بالكم بلي السنه الرابعه متوسط واش هي لا فيزي اللي تفوتوا عليها كاع في انواع النصوص؟ اسكو سي كلير؟ هنا اما الوضع الادماجيه اللي كانت لا سيتياسيون د انتغراسيون كانت حول او سبع نقاط، واش تقول؟ 18 افريل 18 ماي سي لو موا دو باتريمون اون اجير، قالك 18 افريل 18 ماي هو الشهر او اشهر الخاصه بالتراث في الجزائر. ا سيت اوكازيون، بهذه المناسبه طون كوليج يعني المؤسسه نتاعك اورغانيز اون اكسبوزيسيون، يعني نظمت يعني تجمع بورت سور لو باتريمون دو نوتر بي، يعني يتمحور حول التراث في بلدنا. قال لك ريديج ان تيكست دو 10 ا 12 لين، يعني اكتب نص من 10 الى 12 سطر دون لوكيل تو بريزونت ان سيت اركيولوجيك، من خلاله يعني تتكلم على موقع اثري، ان بلا تراديسيونيل او اكله تقليديه باردون اعتذر على الصوت، تتكلموا كذلك عن ترافاي ارتيزانال يعني حرفه معينه، او بيان او تتكلموا على ان فيتمون تراديسيونيل يعني لباس تقليدي بوغ انسيتي لي توريست، يعني باش تحط الزوار ا فينير فيزيتي تا ريجون، يعني باش يجوا يزوروا المنطقه نتاعك. اسكو سي كلير؟ يعني هنايا عندك احتمالين واش تختار. دونك اعزائي التلاميذ الان راح نمر مباشره الى الاجابات. الوغ هنا اعزائي التلاميذ الاجابات راح يكونوا كالاتي. السؤال الاول قال لك من خلال النص، اذا اكيد راح نختاروا ب لو باتريمون الجيريان اي تري ريش، يعني التراث الجزائري غني جدا. اثنين قال لك واش هي يعني الاطروحه او لا تيز اللي راه يدافع عليها الكاتب، هي سكو لي سبيسياليست جوج كي لاتر très important de le conserver et le protéger car c'est un héritage destiné par diversité par sa diversité et sa richesse. يعني هنا الاشكال اللي راه يدافع عليه الكاتب سي ان سي كو انه هذا التراث هو عباره عن موروث، يعني لازمنا نحافظوا عليه ولانه هو متنوع وغني جدا. السؤال رقم 3 قال لك من خلال الكاتب، يعني pour que le patrimoine soit transmis، باش هذا التراث ينجم باش ينتقل لنا من زمن الى زمن واش لازمنا نديرو؟ قال لك il faut le sauvegarder vivement، يجب ان نحافظ عليه. اما فيما يخص السؤال رقم 4 باش الاجابه نجاوبو فري ولا فو، الاجابه الاولى لا جيري اي سيتي او سود دو ماغريب دونك سي فو، اجابه خاطئه. لاغاب ديالكت ني با ايدونتيك اون الجيري سي فري، لانه الدارجه تاعنا ما راهيش متماثله ماهيش كيف في كاع البلدان او في كاع المناطق نتاع الجزائر. عندنا لا كويزين الجيريان ني با كونفيابل سي فو، لانه المطبخ الجزائري متنوع جدا. رقم 5 قال لك استخرج من النص ثلاث عبارات يدل على لو شون ليكسيكال نتاع باتريمون، عندنا مثلا كلمه كولتوريل، عندنا هيستوريك، عندنا هيريتاج، عندنا ديفيرسيتي ريشيس ارتيزانا تيزاج سيراميك بوتري بيجوتري لونغاج سيتي اركيولوجيك انتيك روين كويزين اكسيتيرا. هذه مجموعه كامله من المشهر ثلاثه، حنا جبنا لكم بزاف باش كامل هادو تعرفوا كيفاش تجاوبوهم، يعني ماشي تقولوا كاين كلمه ولا زوج ولا ثلاثه، نو ماشي معناتها في الامتحان دير مثلا ثلاث كلمات الاولى وزميلك دير ثلاث كلمات اللي موراهم ايا تقول زميلك راه صح وانت راك خطا، نو راكم كاع كيف لانه في الامتحان نقبلوا لو ماكسيموم تاع الاجابات. السؤال رقم 6 واش يقول؟ قال لك هنا راح نختاروا الاجابه الصحيحه. دونك لو شاوي هي عباره عن لغه بربريه، اما الرشطه فهي ستامبلا الجيريان تراديسيونيل يعني تقليدي وليس حديث. نمروا لبقيه الاسئله او باردون الاجابات. هنا اعزائي التلاميذ فيما يخص السؤال رقم 7، هنا راح نصنفوا الكلمات في الخانه الاولى والخانه الثانيه. الخانه الاولى الخاصه بالتراث يعني الحرفي، اما الخانه الثانيه فهي خاصه بالتراث المطبخي. اذا في الخانه الاولى يجوا الكلمات لا بوتوري لا بيجوتوري، اما في الخانه الثانيه عندنا الكسكس اي لو بغرير. اما السؤال رقم 8 فقال لك العباره اللي رانا مسطرين عليها اعزائي التلاميذ فهي الشيء الطبيعي نتاعها، دونك
بون هي بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. علاش قلنا كومبليتيف؟ قلنا كومبليتيف هي لانه قبل ك واش يجي؟ يجي ان فيرب. كي يجي قبل ك ان فيرب دونك انا اوتوماتيكمون هنا نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. اسكو سي كلير؟ دونك هنا اعزائي التلاميذ قال لك الفعل بين قوسين فاش لازمنا نصرفو. دونك هنايا لو فات كو راه عندنا لو فيرب نورمال دونك هنا سي لو فيرب باردون نصرفو في البريزون دو لانديكاتيف سو لو مود انديكاتيف. وبالتالي تصبح الجمله كالاتي: لي سبيسياليست جوج كي لي تري امبورطون دو لو كونسيرفي اي لو بروتيجي. رقم 9 واش قلنا؟ قال لك اي لي تري امبورطون دو لو كونسيرفي et le protéger car c'est un héritage dessiné par sa diversité et sa richesse. Et dans le rapport logique qui est موجود في هذه الجمله رقم 9 هو car. واش هو car؟ اذا قلنا car تدل على السبب la cause. اذا هنا كي نجي نبونبون نبدلوها نديرو في مكانها parce que. وبالتالي تصبح الجمله كالاتي: il est très important de le conserver et le protéger parce que c'est un héritage destiné par sa diversité et sa richesse. نمر لبقية الإجابات. هنا أعزائي التلاميذ بالنسبة للسؤال رقم 10 والأخير قال لك واش هي لا فيزي دو تيكست. دونك دائما أعزائي التلاميذ لا فيزي تختاروها أرغيمونتاتيف مهما يكون نوع تاع الفعل اللي راه عندكم. إذا دائما تختاروها أرغيمون باردون مهما تكون نوعية تاع نوع النص اللي راه عندكم دائما لا فيزي أرغيمونتاتيف. اسكو سي كلير؟ اعزائي التلاميذ هنا تبقى لنا الوضعيات الادماجيه. دونك في الاخير راح نخلي لكم جميع الوضعيات الادماجيه الخاصه بالتراث، خاصه التراث اللباس من ناحيه اللباس، من ناحيه المطبخ، من ناحيه الاماكن يعني اللي زرتوها اكسيتيرا. راح نخليهم لكم كامل في اخر الفيديو. دونك هنا اعزائي التلاميذ وصلنا لنهايه الفيديو. اعتذر فقط على الصوت لانه ما زلت مريضه جو سي با بوركوا مي نتمنى انه الفيديو نال اعجابكم. في الاول تعليق مثبت راح نحط لكم النماذج الاخرى والوضعيات الادماجيه اللي راكم مسحقينهم. دونك الى هنا اعزائي التلاميذ وصلنا لنهايه الفيديو. جيسبر كو لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. اذا انت راكم جد في القناه ما تنساش تابوني تاكتيفي لا كلوش بوغ سوفوار توت مي فيديو سيرتو بارطاجي افيك فوزامي. تشاو تشاو على بروشين فيديو.